السلام عليكم. في البداية نوجه الشكر للجنة المنظمة المؤتمر والجامعة الدولية على الدعوة للمشاركة في المؤتمر الأول للجامعة الدولية. My presentation today will be about paradigm shift in dentistry which happened over 140 years time. It's from the time of G.V. Black to nowadays. So the story begins here. This grand old man of dentistry, or some people name him as the father of modern operative dentistry. G.V. Black was the first to introduce the concept of extension for prevention. And this was a great innovation at his time. لكن وقت جي في بلاك النولج اللي كانت موجودة كانت على قدهم أو على قد المعرفة اللي كانت موجودة في ذلك الوقت. كارز كان defined as infectious bacterial disease. والأمالجم كان هو الأفايلابل والإنوفيتيف ريستوراتيف ماتيريال. لكن الكلام هذا قن خلاص. نحن توا we have better understanding of Kerr's process. We have new technologies, new materials, and everything has changed since that time. الكارز أو الدنتال بلاك أصبح الكارز شوفوا فيه as biofilm mediated disease. يعني ما عادش في عندي إن الستاف أوريوس أو اللاكتوباسيلس هي الوحيدة المسؤولة عن الكارز. الكارز هو نتيجة ecological shift في الدنتال بلاك. يعني ببساطة كل واحد منا موجود في الفم دنتال بلاك، لكن هل الدنتال بلاك هذا يسبب كارز أو لا؟ يعتمد على الإيكولوجي الموجود. وبالتالي لو تشاهدوا الصورة حتلقوا على اليسار اللي هو Health Associated Microbiota والمين برودكت متاعها أمينو أسيدز أند أمونيا والنيتريتس، وعلى الجانب الآخر حتلقى Disease Related Microbiota والأسيد producing acid والtolerating microbiota والمين product انتاعها organic acid. بس شن يخلي الدنتال بلاك health related or disease related؟ هذه أشياء أخرى حنكتشفوها بعد شوي. وبالتالي من المنظور هذا جزء من المودرن أو contemporary caries management أصبح أنك لازم تدير balance أو rebalancing dysbiosis. يعني البكتيريا موجودة في حالة يسموا فيها symbiosis والكارز يصير نتيجة dysbiosis، وهذا جزء من الاستراتيجيز الحالية للكارز مانجمنت. طبعاً على مر السنين الكارز بدأ من ميلر اللي هي specific black hypothesis non-specific، بعدين ردوا للnon-specific أخرى لغاية سنة 2000 بيش ابتدى مفهوم البايوفيلم يدخل في الدنتستري، وسنة 2004 تحديداً بدأت حاجة اسمها ecological black hypothesis واللي تشوفوها في الصورة قدامكم إن الconsumption of sugar يؤدي إلى production في الأسيد يغير الانفايرمنت. الانفايرمنت هذا يجذب نوع من البكتيريا اللي تعيش وتفرز الأسيد وبالتالي يؤدي إلى ديزيز. فاستمرار الوضع هذا هو يؤدي إلى كيرز ويؤدي إلى الديمينارزيشن. الفور سيركلز هذين كلنا شفناها، خذيناهم في الباثولوجي في الكونز في جميع الأقسام، لكن الأربعة هذين صحيحة: كاريوجينيك دايت، سوسيبتبل توث، كاريوجينيك بكتيريا، اوفر تايم will lead to caries، بس not enough to explain caries process. لما نقول caries process هذا يختلف عن حاجة اسمها caries lesion. caries process هي الاكشوال process اللي تؤدي للكاريز، وهي عبارة عن عمليتين demineralization و remineralization، الدم والرم كيف ما يقولوا. بالتالي الفور سيركلز او الانتر اكشن بين الفور سيركلز هذين يتحكم فيه بدرجه اولى سيركل اخرى اللي هي الاورال انفايرمنت والموجود فيه. السلايفا جزء مهم، الشوجرز، البروتينز، الفوسفيتس، البلاك، الفلورايد اللي موجود في الاورال انفايرمنت هذا يلعب دور مهم في الانتر اكشن بتوين البرايمري كوزز اللي هن الاربع سيركلز الداخليه اللي نشوفه فيه. بعدين يجي السيركل الاكبر اللي يتحكم في البيهيفيرز اللي هي السوشيو ايكونوميك ستيتس، الانكم، الدنتال انشورنس، النولج، البيهيفير والى اخره.
طبعا هذا خلى عندنا مفاهيم جديده ان الكارز عباره عن او الكارز بروسس هي عباره عن تو بروسيسز مع بعضهن ديمينرزيشن والري مينرزيشن تصير اكثر من مره في اليوم لكن الكارز حيكون نتيجه تغلب الديمينرزيشن على الرم ولو تغلب الرم حيكون عندي حاجه جديده اللي هو ارستد كارز او هيلينج للكارز بروسس او الكارز ليجن اللي غلب واحدة على الاخرى في ست اوف وفي عندنا بروتكتيف فاكتورز كيف الهيلثي دايت والبراشينج والبروفيشنال توبيكال فلورايد والنورمال سليفر فلو وعلى الجانب الاخر في الفريكوينت كونسامشن اوف شوجرز الان ادكويت فلورايدز البور اورال هايجين والسليفري ديسفانكشن وبالتالي اصبح عندنا مصطلح جديد اللي هو الكارز ريسك اسسمنت واللي هو ينطبق على الشخص وليس التوث لما نقوله this person is at high أو low أو moderate caries risk وبالتالي مفهوم الcaries management أو الcaries process can be controlled by modifying the patient's caries risk and susceptibility وأصبح عندنا مفهوم جديد أو معيار جديد للcaries measurement لأن عشان نقيسوا الcaries ما عادش ينفع نستخدم جي في بلاك كريتيريا كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 كلاس 4 لعند ال 5 وال 6 اللي ضافوه لا تصلح فور كونتمبرري كيرز مانجمنت اللي في الصوره اسمه نايجل بيتس من كينجز كوليدج في لندن باي ذا واي هيز بي اتش دي سوبرفايزر دكتور سليمان عمر لما كان في داندي الشخص هذا مع مجموعه اخرى اسسوا ما يسمى بعلم الكاريولوجي اليوم وأسسوا كلاسيفيكيشن جديد للكارز اسمه International Caries Detection System وهذا التصنيف الجديد يعطينا الليفل اوف كارز اللي هو Initial, Moderate وExtensive وبيش نسهلوا الموضوع أكثر الكارز يصنف as Cavitated or Non-Cavitated وبالتالي عندنا حاجة اسمها كارز ليجن وين واصل هل هو في الإنامل هل هو في الدنتين وهل هو cavitated ولا لا وعندنا مصطلح آخر اللي هو caries activity هل الcaries active ولا arrested هل الcaries process الدم مستمرة ولا وقفت والreminerization قاعد يشتغل فأي تصنيف للcaries حاليا لازم يحط في الاعتبار شيئين هذين لو نشوف الصورة على اليمين حنلقوا الساوند حنلقوا initial caries اللي هو ICDS class 1 و 2 نلقوا المودرن كيرز والاكستنسيف كيرز اكستنسيف كيرز هو الكافيتيتد وباي ذا واي احنا ديما نعلم الطلبه ان الكافيتيشن از ذا لاست ريفيرسيبل فيز اوف كيرز بروسس وفعلا لاست ريفيرسيبل بات ستيل كان ارستد ولو نشوف الصوره اللي عليها اف هذا ارستد كيرز بعد الكافيتيشن دارك هارد شايني كيرز ليجن لو سيبتها هيك بعد سنه حتلقاها بنفس الوضع مش هيتغير لان الانفايرمنت المحيط فيفر الريمينرالزيشن اوكي وبالتالي هنا اصبح في عندنا كارز بروسس وكارز ليجن سيبريتد بات ريليتد وفي عندنا حاجه اسمها اكتف كارز وحاجه اسمها ان اكتف او ارستد كارز تمام شنو الجديد اللي ما كانش عند جي في بلاك اصبح عندنا في عندنا ادهيزيف ماتيريالز اند ريمينرالايزنج ايجنتس الادهيزيف ماتيريالز الشخص هذا اسمه بوين سنه 1956 باي ذا واي يعني اثناء تحضير المحاضره مريت على الهيستوري اوف دنتستري واتس انترستينج ممكن يوم من الايام يندار سمبوزيوم كامل على الديسكفريز اللي في الدنتستري ففي سنه 56 الشخص هذا اكتشف البيس جيما ومن هنا بدات قصه الكومبوزيتس والادهيزيف دنتستري في شخص اخر في ال 54 اكتشف الاتشنج وبدا فيه لو تشوفوا الإيفوليوشن بتاع الكومبوزيتس من الستينات لعند 2010 وهم كل 10 سنين في جديد يعني آخر حاجة وصلوا لها اسمها يونيفرسال أدهيزيف أصبح فيه حاجات جديدة شن الجديد أخرى؟ في عندنا فيشر سيلنت ما كانش عند جي في بلاك طلع في الستينات وفي عندنا حاجة اسمها أيتروماتيك ريستوراتيف تريتمنت في 96 حتى هي دارها جو فرانكن من نيذرلاند وما زالت مستمرة آخر شيء وصلنا له اللي هو مايكرو انفيزيف ريزن انفلتريت هذا يستخدم في الانامل ليجن
أيضا كان في عندنا فلورايدز، فلورايدز بدأت بدري، لكن في سنة 1939 تحديدا العلاقة بين الفلورايد والكارز بدأت، وأن الفلورايد is protective factor against كارز. لعند وصلنا اليوم في عندنا الفلورايد فارنش، وفي عندنا ال SDF اللي هو سيلفر دايمين فلورايد يستخدم في كارز الرست. أوكي معلش هو bit of history، لكن هذه توطئة للموضوع اللي حنوصله فيه. أيضا الأملجام اللي كان هو فخر العهد بتاع جيفي بلاك أصبح ما هوش الماتيريال اوف تشويس، وبالذات بعد سنة 2013 في ميناماتا كونفنشن قرروا أن ريديوس الميركوري يديروا فيزنج أوت وفيزنج داون. يعني بدأ الفيزنج داون في يوروب من 7 سنين ووقفوا الأملجام في البرايمري تيث. حاليا في كلام عن فيزنج أوت أنك توقف الأملجام نهائيا في الدنتستري، لكن ما زالوا ما يقدروش ينفذوا لأن بعض الدول الفقيرة ما تقدرش توفر الإكسبنسيف أتيزيف ماتيريالز. تمام، شن صار أخرى؟ صار أخرى إن في ريسيرشرز وسكولرز قاعدين يفكروا، مش قاعدين يأخذوا فور غرانتيد اللي يجيبوها يأخذوها، لا يفكروا في كل حاجة. لقوا إن الكلام اللي يقول فيه جيفي بلاك ميكانيستيك أبروتش ما حطش في الاعتبار الناتشرال هيستوري أوف ديزيز، ولقوا إن كل ما تدير ريستوريشن البيشن هيرد عليك أخرى بيش تحولها وتحط ريستوريشن جديدة. الكلام قال هذا أوبري شيهم في سنة 99 في الكويت. As dentists think they are looking after machine which constantly breaking down, they do not allow it to repair or heal because they do not consider the natural history of disease. وطلع مفهوم جديد اسمه spiral death of teeth. طبعا متوسط عمر الأمالجام من 7 إلى 8 سنوات، ما عدا حالة واحدة دكتور رافع جهاني طقت توه 40 سنة. عنده حالة من الثمانينات دير لها أملجام لقيناه في مناسبة المادة اللي فاتت قالها ما زالت قاعدة من 40 سنة أيام دكتور رافع جاني قال. طبعا لكل قاعدة استثناء، لكن 50 إلى 75% من الأملجام restorations will fail after 7 to 8 years والكومبزيت نص المدة. يعني هذا البيشن حيرد دخرة، وكل ما يرد دخرة حتشيل من التوث ستراكشر، كل ما تشيل من التوث ستراكشر حتحط restoration أكبر، وبالتالي طلع مفهوم المينيمال انفيزيف دنتستري لان الجو هو يطيل عمر التوث، لانك لما تدير كومبوزيت مش حتشيل من التوث ستراكشر واجد، ممكن تدير شويه بريب تزيد السيرفيس اريا. وبالتالي انتقل المفهوم الى المينيمال انفيزيف دنتستري اللي هو بالتعريف كونسبت بيزد اون ذا اسسمنت اوف ذا بيشنت كيرز ريسك. وكان لاحظوا كلمه كيرز ريسك قرنت بالبيشن لانك تشوف البيشن از هول وليس التوث فقط. And the application of current therapies to prevent, control and treat the disease. و by the way كلمة control أصبحت تستخدم مكان البريفنشن لأن البريفنشن أصبح شيء شبه مستحيل. الكارز non-communicable disease، كيف الهايبرتنشن، كيف الديابيتس تبي تعيش معه والتعامل معه وتدير له control. وبالتالي أصبح في مفهوم اسمه المثلث هذا اسمه golden triangle of minimal invasive dentistry or of adhesive dentistry. عشان تدير اي restoration لازم تحط في اعتبارك 3 أشياء: الماتيريال ساينس الموجوده، الهيستوباثولوجي اوف ديزيز، والكلينيكال هاندلنج كلينيكال سكيلز بتاعك انت والماتيريال الموجوده عندك. ايضا يو نيد تو كونسيدر بيشنتس في مفهوم البيرسون سنترد كير، الحاجه اللي يسموا فيها انك انت ميك ديسيشن بدال البيشنتس ما عادش تمشي في اشياء. انا ممكن حنعرضهم بعد شويه، ممكن ناس تعترض عليه تقول لك لا انا ما نديرش او البيشنت مش حيقبل بيها، لكن انها حلول موجوده ولازم في اجريمنت بينها بينك وبين البيشنت وخطرها. يعني الصور اللي موجوده مش من عندي، كلها من بيبرز ومن كتب، يعني مو شغلنا. تمام، فاصبح في عندنا مفهوم المينيمال انترفينشن دنتستري. وعشان نوضحه في حاجه اسمها مينيمال انترفينشن ومينيمال انفيزيف. مينيمال انترفينشن هو اقل تدخل، مثلا جاتك كيس دياستيما في اللاترال بدل ما تدير لها كراون سكرها بكومبوست، هذا مينيمال انترفينشن. نو نيد فور انيسيسري دنتستري. اوكي، الفيرست اليمنت في المينيمال انفيزيف دنتستري كنترول ذا ديزيز باي ايدنتيفاينج اند مانجينج ذا ريسك فاكتور. وهنا نقدر ندروها باكثر من تول،
في هنا اسمها الكامبرا اللي هي كيرز مانجمنت باي ريسك اسسمنت، هذه بدات في 99 وطوروها لعند 2019، هذه اخر فيرجن، في نسخه للاقل من 5 سنوات وفي نسخه لسه 6 سنوات فما فوق. لو نشوف الكامبرا تلقاها مقسمه الى بايولوجيكال وانفايرمنتال ريسك فاكتور زي الشوجر انتيك، بروتكتيف فاكتور، بايولوجيكال ريسك فاكتور، وديزيز انديكيتور، وانت محتاج تحط البيشن في وحده من الكاتيجوريز هذه. باي ذا واي الكامبرا تدرس في جامعه بنغازي في قسم الكوميونتي، واعتقد انه هو على حد علمي المكان الوحيد في الشرق الاوسط وشمال افريقيا اللي يدرس في الكامبرا دوليه، ما عنديش فكره. الجزء الثاني ديتكشن اند ريمينراليزيشن اوف ايرلي ليجن، يعني خلاص نحن حددنا الريسك، عرفنا البيشن هاي لو مودريت، اعطيناها الادفايس الدايت الهايجين الكلام الثاني، نجول للديتكشن والايرلي مينراليزيشن. وهنا يجي مهمة أو أهمية الكلام اللي قاله نايجل بيتس والتصنيف الجديد. يعني أنا عندي كارز إما كافيتيتد أو نان كافيتيتد، أكتف أو أرستد. الكارز انترفنشن أو المينيمال انترفنشن توا مصنف إلى 3 أصناف: نان انفيزيف ومايكرو انفيزيف ومينيمالي انفيزيف. يعني آخر حاجة ممكن تفكر فيها هي الريستوراتيف. مش معنى الكلام هذا انه هو ريستوراتيف غلط، لكن it's not the only option. You have another options which is acceptable, aesthetically acceptable, for patient acceptable, and you can preserve the tooth structure. And it's named preservative dentistry. يعني من بوش نركزوا في الاسامي واجد، لكن قد تكون لها دلاله نوعا ما. Non-invasive simply by film control, your oral hygiene وغيره. المينراليزيشن كنترول اللي هو الفلورايد، الدايتري كنترول، المايكرو انفيزيف اللي هو السيلنت، والانفلتريشن اللي هو الريزن انفلتريشن، المينيمالي انفيزيف اللي هو ريستوراتيف الكومبوزيت، لكن يو شود دو ات مينيمالي انفيزيف. حيكون في ميكس احيانا، وفي مرات نديروا نون ريستوراتيف كافيتي كنترول اللي هو يكون اوبن كافيتي سيلف كلينزينج ماهوش مؤثر والفانكشن نورمال، يو كان ليف ات. No need for intervention. Just simple like that. جماعة العيادات البرايفت مش حيعجبهم الكلام، لكن it's there يعني. لأن نحن كلام هذا جاي من بيئة من Western، الدولة هي اللي تصرف على الهيلث كير، وبالتالي كل قرش عندهم محسوب. يعني مش البيشن اللي يدفع من جيبه، الدولة اللي تدفع عليه. في حاجة اسمها الهول تكنيك أيضا. هذه map for decision making. عشان انت تاخذ ديسيشن لازم تشوف 3 حاجات اللي على اليسار: هل الكارز اكتف ولا ارستد، هل هو كافيتيتد ولا نان كافيتيتد، هل الاريا سيلف كلينزبل ولا لا. لان في عندك جندي مجهول في الاورال كافيتي اسمه سلايفا، خليه يدير شغله. اذا كان الاجابه نو ما فيش داعي يدير شيء، نو انترفنشن. لو كان الاجابه يس active but it is not cavitated, you still can go to micro and non-invasive interventions. If it's yes and not cleansable, then you go to invasive interventions or minimally invasively or restorative dentistry. هذا example. هذا child عمره 28 شهر عند ال upper D، فيها cavity في الدستل، وواضح من الصورة انه هو active brownish color. Active. Uncooperative. مش هتقدر تعطيه أنستيزيا. مش هيقمعز. مش هيخليك تمسك الهاند بيس. طبعا الحل الأسهل جي اي انترافينوس سيديشن ممكن. لكن في حل أسهل منك. قبل الـ ART تحط الـ SDF، حاجة اسمها Silver Modified Atraumatic Restorative Technique اسمها SMART. ميكس ما بين السيلفر دايماين والار تي. السيلفر دايماين حيدير ارست للكيرز. لو تشوف الصوره اللي على اليمين حيدير ستوب. البلاك كلر هذا ارستد كيرز. عارفين شنو يدير السيلفر دايماين؟ كانه يحرق، عارف حرق الكيرز، يحرق خلاص، يوقف ديد، يقعد كراستكي ويوقف. هنا خلاص وقفت البروسيس، انت ما عادش يمشي شور البلب. بعدين تحط بغض النظر عن الصوره وان في اكسس جلاس انيمر وغيره، لكن تحط الجلاس انيمر
والسورة العالمين هذه بعد 18 شهر سنة ونص مازال موجود في مكانه. هذا one option. الشيء الثاني لو كان non-cavitated و active proximal caries وانت تقدر توصل فيه. والصورة جاية من موقع ستايل إيطاليانو. لعلي صار هذه صورة الكاريز اللي هو الوايت باتش هذا initial caries non-cavitated isolation تحط الـ reason infiltrate تقدر تشوف الصورة هذه after treatment. This one option. Reason infiltrate عبارة عن إنه يدير support يدير hybrid structure ما بين الإنامل والريزن ويسكر الفراغات ولو في بكتيريا موجودة داخل الكاريز ليجن حتموت خلاص قطع عليها كل حاجة. نفس الفكرة في حاجة اسمها hole technique hole crowns هذه بدأت في سنة 2000 في سكوتلاند. hole crowns هنا نفس ستيل ستيل كراون لكن لا في بريب ولا في أنستيزيا ولا حاجة. تختار الكراون تحط الماتيريال وتسكر فكرته سكرت على البكتيريا كل حاجة ما عاش يوصل فيها شيء. تمام هذا بعد 2 years follow up و situation is very good. اوكي خلاص وصلنا الاوبشن الثالث اللي هو minimally invasive surgical intervention avoid unnecessary removal of tooth structure. خلاص انت ما عاش في قدامك تحط restoration تحط أمالجم؟ لا قلنا معاش فيها أمالجم. هنا التو دوتس هذين عبارة عن كارز لو مشينا بالتكنيك متاع جي في بلاك حتلقى روحك شايل هذا كله وشايل هذا كله وحاط ريستوريشن بعد فترة حيرد عليك البيشنت أخرى وتشيل الريستوريشن وتلقى روحك دير ام او دي وبعد فترة صورنا البيشنت هذا عمره 17 سنة كل 10 سنين تبي تحول له ريستوريشن وتحط ريستوريشن مش كلنا رافع جهاني تقدر 40 سنة. فالبديل انك تشيل الكارز بس والباقي تغطيه بسيلنت تحط كومبوزيت والباقي تغطيه بسيلنت. هذا مثال بوكس هنا عبارة عن شيل الكارز وتحط السيلنت هنا ما فيش داعي انك تدير كافيتي او تدير كافيتي بريباريشن وغيرها. هذه الصورة after this looks like natural. ايضا في موضوع اخر طبعا كنت حنطيل عليه الموضوع هذا لكن يعني موضوع حسيته حساس وحيكون في كونتروفيرزي واجد بالذات من جماعه الكونس لكن في بارادايم شيفت في الكارز ريموفل حتوقف يا اما عند الفيرم دنتين او عند الهارد دنتين. في ناس تقول لك وقف عند الفيرم دنتين لان هذا افكتد نوت انفكتد وممكن يصير لها ريمينالزيشن لو حطيت ستبل ماتيريال. وفي ناس تقول لك لا وقف عند الهارد دنتين. انا مش حناقش الموضوع هذا لكن واحده من الافكار الموجوده انك توقف الانسيسري ريموفال اوف توث ستراكشر لانك لو مشيت لقدام ممكن توصل في البلط اندو كراون وباقي القصه الحزينه المفرحه للبعض. تمام في جزء مهم جزء مهم جدا وموضوع جديد على الاقل بالنسبه لي انا اللي هو وير بوسيبل ذا ريبير راذر ذان ريبليسمنت اوف ديفكتيف restoration. الصورة هذه كان مفروض من بدري اللي هو spiral death of teeth. نقدر نشوف restoration هنا بدأت صغيرة شات MOD وبعدين crown يعني هذه تمثل لك جميع مراحل الدمج اللي ممكن يصير ويسبب الدنتست. انت ممكن تتفادى الكلام هذا كله. في حاجة اسمها 5 R's system for failing restoration. من في القاعة سمع به من قبل؟ anybody سمع به؟ طبعا هذا يعتبر سيستم او نظام جديد مينيمالي انفيزيف والنظام هذا يعني 5R. قبل ما تدير ريبليس للريستوريشن جرب اربع حاجات اخرى يبدا بحرف الار ريفيو جاست مونيتور لو في اي تشينج وريفيربش وريسيل وريبير وبعدين اخر حاجه ريبليس. لكن هذا حيكون بالاتفاق مع البيشنت وconsidering الثلاث أشياء هذين اللي هنا الاستاتيك والفانكشن والبيولوجي. هذه أول حالة من ثلاث حالات حنوريهن المارجنال ستينينج أوف كلوزر ريزن كومبوزيت ريستورينج ذا مانديبولار ليفت مولر. الصورة هذه جاك بيشن بالشكل هذا هي عبارة عن ستينينج بس دنتست قرر إنه ما يدير شيء فولو أب
بعد 8 سنوات هذه هي نفس الصورة، ما تغير شيء. فأحيانا أنت مش محتاج تدير شيء، لما خذها إكستري لقاش ما فيش سكندري كارز، ما فيش كذا. الإحمال الثاني أو الحالة الثانية في الأنتيرير، شايفين الكومبوزيت هذا في إكسس كومبوزيت في ستينينج، لكن لأن في الأستاتيك زون يو هاف تو انترفين. أنا بعد دار بولش وشال الإكسس ستينينج، أنا قعد شكله. الشيء الثالث اللي هو ريبير، هنا الديستو لينجوال كاسب طاير، مش محتاج شيء ريستوريشن، كله ترميم بس والامور تمشي. هذه سكول باديه توه، ممكن لها كم سنه، لكن هدفها انك انت اطاله عمر التوث. ممكن الموضوع له علاقه بالجيرودونتولوجي، ممكن انت لو شلت الريستوريشن حتحصل على فكره، تلقى روحك خاش في قصه اخرى. مثال آخر، أحياناً ما فيش قدامنا حل إلا ريبليس. شايفين الصورة هنا على اليسار، فراكشر الأمالجام هانجينج، ما نش عارف جماعة الكراون كيف حيتعاملوا مع الحالة هذه، ممكن بنس، ممكن واحد يلقى روحك شايل هنا دير سلوت للريتنشن واو واو واو. سيمبلي حط كومبوزيت أو انلي أو انلي أو في حلول أخرى بالأديزيف. هو هنا حط ريموفد أند توث كالر ريزن كومبوزيت ريستوريشن. أتمنى أني introduced new ideas، يستفيد منها جميع، يقرأوا عنها، ممكن تطبق. ونختم بسلايد هذه من جيفي بلاك، راجل misunderstood أنه هو بتاع destruction للتيث لكن هو أساس للprevention. قال the professional man has no right to be other than a continuous student، so this new information should be taken on board. Hopefully أنه تدرس قريبا في الجامعة الدولية وجامعة بنغازي، ومشكورين.